مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد معاكم ودا نوريك العادة في رياكسيون جديدة وفوزة جديدة وتكتيك جديد. وطوى اخويا جبت لكم رياكسيون تزيرية تيتر تزيري. تحية لاخوتي تزيرية يوبي يوبي 80% 26 جويلية هبطت التيتر عامل 300,000 فيو على اليوتيوب 55,000 جيم في الشين يوتيوب متاع يوبي حاجة واو على الاخر. نورمالمون قالوا لي اللي هو اخر معناها كلاش في الشين متاع يوبي يوبي ما عادش بشي كلاشي بشي يولي يغني. نورمالمون فزكي وما نعرفش خويا نوروني في الكومنتات كان كلامي صحيح ولا غلط. ما نطولش عليكم شباب ما تبخلش على ولد نوري في لايك وفك السبسكرايب وفعل لك الجرس باش يوصل لك كل جديد ونبداو في الرياكسيون وبرا. يا يا يو مادافاكر يو مادافاكر بيت بي بي قبل خويا ما يبدا التيتر قبل حمار خويا في الفازل لا فيش ليحات هذيا فما بهيم حاشاكم شباب ما نعرفش ظاهر كلاش يظهر لي شباب حسب ما فهمت اللي هذا اخر كلاش باش يعملوا يوبي يوبي في الشين باش يكلاشيها العباد الكل تعرف شنو باش يدخل فيها دخله مزمره برا برا. يا ودي واش من راب تسيري انا نسمع شاعو بيبليك متخلف ومتسلف حاط الكيت في قاعو هذو عوام نسين نفهم الشخصيه تاعو ما كاش لي سمعوا راب كاين اللي سمعوا اللي شاعو ثقافه الهيب هاب لحقت عندنا هنا يومات العوام اللي فاتت بهدلتونا وانا قاعد ساكت وجابت نشوف جمهور فيا الراب تسيري دود لازم له كياس عادي تسمع في البواطه ماشي في الراب تسيري لازم كياس. يعني كيف ما قلت لكم خويا باش يكلاشي رابريت تزيري كل مش الكل الكل اما باش يكلاشي برشا رابريت تزيري هاي برا كيات ما سمعوش الان بي اس بي تي اس راري فليسيات عليا وكاشيات خلطوا فيا رابا تشوف اليوم تقرا ردوا له ذي المصران وعادوا يفوتوا منها الاخرى ندير عفايس بيزار اوكي هذه تسرى ما خلعني حتى عطاي يوبي وليد العشرة جمهور ما يكونسوميش يعرف غيري شيخ 80% يدو في شيخ وراقي جودي الشيخ وراها الرب فهمتش خويا 80% يدوشي بلي عاودها ذي عاودها عاودها لا من هالخرا ندير عفايس بيزار اوكي هذه تسرى ما خلعني حتى عطاي يوبي وليد العشرة جمهور ما يكونسوميش يعرف غير الشيخ 80% يدو في شيخ وراقي جودي الشيخ وراها الرب ما فهمتهاش 80% يدو شيخ وشو شيخ وهذا كي نوروني خويا في الكومنتات وفهموا هالي تزاير العطاين سانت سانت ما عندكش الحق تهدر راك حاط شحال محمار ترند تحكوا بالعاطفة نوضتوا عاصفة جد فيكم كملت روابة وانا اليوم راح نبول عليكم صاحبي البز اللي جاكم هو البز اللي يديكم نشف فيكم في اسمي كثر ما تشفوا ع اساميكم اللي حب الكلاش اليوم دار عليه ومال تيت دخلت التاريخ وقتا حبيت نخرج وقتا حبيت درت كل سمعتوا اخويا قالك دخلت التاريخ وقت اللي حبيت نخرج وقت اللي حبيت يعني نورمالمون باش يخرج من الراب ولا باش يخرج ما نعرفش ما فهمتهاش الفازه كيفاش اما نورمالمون هذه نهايه المسيره نتاع يوبي يوبي برجو ليا صاحبي انا مكرز على الاخر كي سمعت اليوبي يوبي باش يكمل الراب خاطر كنا نسمع في موزيكا تطير على الاخر الراب وما بقى لي حتى دريم 2019 نحل فيكم جايب بلاتريم تحسب انتصاراتي روح جيب كالكيلاتريس اليوم رصاصكم دار عليكم هذا ماتريس تحبوا نتعرى عليكم لا ما تحبوا المربي ما سمعتوش من با ايمينا من توما الشاهد ربي يوبي جاي صريح بزاف اللي في كلبو ما يخبي كي كنت ندير ستوب الاستديو واحد مرفد زبي بالنسبة لنا كي كنت ندير ستوب الاستديو ولا فازك حد مرفد يا دي ملا موزيكا ملا موزيكا شباب وقال لهم كي كنت قبل حد ما سمع امينيم وحد ما يفهم في الراب خويا قال لهم انا كي كنت الراب انتوما وينكم يا ولدي تعرف شلون تخلهم دخله مش جمهور جاهل هذا الله يرحمه نيك هذا اللي يكونك على رابر اللي يدعمو ذاك نجي نكتب عفايس بانو لي يقهمو نولي نحي باش اغلبية الحمير يفهمو هاني شعب نكون ليميتي ايفيتي تقلق سبي يا صيمي الكف بلا ما ريبيتي خلقت الراب في لي سيتي شعب اليوبي اجيتي باقي يتناكو ماشي كاع كاليتي خويا محليها كي بدل في الصوت قسما بالله محليها على الاخر برا برا اذا ما عجبتكش الغينيسي ما تكونش متابع مرة بلي راني شابع وضماني اللي فيه بارع واحد ما عنده الحق يقول لي واش ندير خاطش عطاي ما كان واقف مورايا نهار ليك وتعرف نشارع مالا نيك البوز نيك الراب تي زاد نيك الديتي زاد نيك البيبليك اللي زاد مور البيف مع المرور وات ذا فاك ويز تي مان ملا موزيكا شباب بلاش نعاودوها هذيا بلاش نعاودوها
الطيمة كان واقف ورايا نهار لي كنت عراب نشارح مالا نيك البوز نيك الراب تزاد نيك الديتي زاد نيك البيبليك اللي زاد مور البيف مع المرور راب تصيري في حداد ناكو يوبيك يضروك لا نشبك دي بيزاد جمهور فاشل وغروك بيبليك عطاي 80% يتحول ما عنده شخصية يتبع الكومنت الأول عندي البريك اليوم شخصيات البابي واللي عنده مشكل راني نمشي برا ابي ما بقى لهمش النفس هذو موتى ولا احياء لا ما جيتش نعجبك هذا ماشي عرض الازياء ديديكاس الايكو واش قال له لما جيتش نعجبك هذا ما هوش عرض ازياء وات ذا فاك ملا تيتر ملا كلاش كيف ما نقولوا احنا كلاش ببليك هذا كلام ولاد الاحياء حبست الراب ندير موسيقى وكاش نهار باللحية والراب تصيري ماشي حنايا انتم لي وسختوه في عوض نفخوا الراب انتم القلاوي نفختو يجي كومنتي نيجاتيف بلا ما يعرفني وانا اللي عندي فيك كبير على ترمت اختو واحد ما يقلع ليك البطري ما لاشات قادر نكلاشي واللي كلاشا وتفرج حاشات هاك تيكني كاشات دير مع اصحاب كلاشان لا ماشين ما طاشات راني جابت بركاشات ما تحبوش نقي تحبو طياح ليريكا برجولية برجولية شباب اعطاها حقها والله التيتر اعطاها حقه مش نورمال تسمع في كلاش تسمع في كلاش برجو ليا حاجة واو 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 على الاخر كان نقعد نركز مع اي حاجة نحب نركز معها تنحبس كل دقيقة مش كل دقيقة دي كل اربع ثواني تنحبس كل ما يقول كلمة تنحبس ونبقى ونحللو فيها خاطر التيتر كلاش كاسح 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 على الاخر وقال لهم خويا باش نبطل الراب باش نولي نغني فزكية قبل ما نعرفش برا زيرو كولتور ميزيكال زيرو توليرونس ثاني خمام ليريكال اللي دار فيك الديكا ما تعرفش الديجيتال وما تعرفش مين براياني بلا ما تحلق عاك ودير لنا ديمونستراسيون اسمع وتعلم صاحبي ستوب طولكينغ بيبليك عطاي عشق لامبورتاسيون واحد ما سمع امسي سول حتى ولا سول كينغ يا ودي اليوم راح نفرغ كاع ستيلو عليكم ياك حبيتو كلا بلاي رشح واحد ما سمع امسي سول حتى ولا سول كينج معناها واحد ما سمع امسي سول حتى ولا سول كينج فهمتيش يا ودي اليوم راح نفرغ كاع ستيلو عليكم ياك حبيتو كلاش قبلو كين كلاشيكم تقدر تقول راني مازالني نحلب فيكم مالكري كرات بايعكم بصح عارفكم خاطيكم لا غافكم الحال صح انا ملومكم جروبا كاع يخمو هكا برك ما قالولكم جي يديرو بيكم مصوار دي يشوفوكم غير ارقام مالا نتوما قولوا واو وهما يمشولكم قال لهم خويا جماعة الأوروب كيفاش يقودوا فيكم ودرشنوا ويعطوا فيكم في الفلوس وانتم وقعدوا قولوا واو كذا ودرشنوا وقعدوا عسوا من بعيد وهما يخدموا بيكم برجو ليه يوبي هذي يا خويا عجبتني منه على الاخر على الاخر على الاخر برب تعراب هرب ملا رياليتي تبع لا ماجوريتي ما في حتى كاليتي تعي ماجو كونتيتي ما عندوش ايدونتيتي زيرو فلا مونتاليتي خلو ماشي فاليتي بلا صغيرة عندك خلل مونتاليتي اللي هنا ماليتي تريدي دي باش تتعاود باش تتعاود اسمع 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 تعراب هرب من لا رياليتي تبع لا ماجوريتي ما في حتى كاليتي تعي ماجو كونتيتي ما عندوش ايدونتيتي زيرو فلا مونتاليتي فقيلو ماشي فاليتي بالعصا بيرا عندك خلل بليستيم تقود الرابر ما على بالوش اذا تكسيستي وتجي تقول لي انت عطاي وتشوفني ذا ريزيستي وهذيك تبعث النوت وتقول لي يوبر ضعلي زيستي ونيك الراب وهذيك تبعث في النوتز وتقول لي يوب يرضى علي زيستي وات ذا فا شوف رابر يتعلم في كومونتاري ديكوراجي شوف مطنتك ماشي انا اللي راضيك جمهور الزب ندير له صباع نسولاجي بيبليك توكسيك يستاهل مبوكسي مازالو يهضر في الفراغ ووجههم طلاس حشر جال فيهم اغلبيه راهي تفورسي راك تسمع باطل مالكي تهضر تخلص صح قلبنا ستيل مي ما قلبناش الفيستا حنين مع تاسيستا ومعاك انت عنيف فوق لي ريزو بالارقام باليوتيوب قال له صحيح قلبنا ستيل اما ما قلبناش الفيستا درا شنو اما انت عنيف ولا فزكي برا بابا برا ريزو بالارقام باليوتيوب فاك 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 ما نولي ستار ونيك تاك عليه جمهور مازوشيست داير هاكا معليه تحلبو يحط روحو صاحبك يحب تكور عليه ويحب كي تكذب عليه يحب تردو ما يسواش كيف ما سمع نقوشا كيف ما يزيد وبالو ما يهناش يحب يحكم عليك تفوت عليه برا يتخبى وكي يدخل للدار يولي سبع بك لابس جبه مكيكي سبعه فوق ريوسكم ما عطاي سباش عبلو كان تمرض قلبك قاع يشيخ وقاع طبه والجمهور مش شعب وهذا الشعب برجو ليا قد ما تحس اللي الكلاش ماشي في العبد ماشي في العباد مثلا اللي مقصودين العباد اللي مقصودين في الكلاش هذا تصور خويا قاعد يسمع في الكلاش هذا بلا تصوره هو السيد اللي مقصود
في التتر هذايا قاعد يسمع في الكلاش هذايا قاعد يسمع كي وحات كيتو عامل كي ويسمع ويعمل هكا زي درش دوا تحس عرفت كان يبدا يسمع يبدا يقول لك جي عرفت شنو يبدا يبكي بدموع كي يبكي شد اي تليفون في دي اي حاجه الكترونيه تحل يوتيوب يكسرها ولا يبيعها ولا يعمل لها اي موضوع ويبقى عرفت شنو قسما بالله خطر بالرسمي راني انا نسمع في الكلاش تصورني ولد النوري انا المقصود في الكلاش هذا دي قسما بالله اليوتيوب نسكر زكم والله قسما بالله والله العظيم الجمهور مش شعب وهذا الشعب نيجاتيف عليه احنا ما طورناش اغبياء يا لطيف يا لطيف نداوي الناس مهضله مالادي ما نزيد نعطي للجنود قيمه تاع السلاطين انا خين دوف ذنوب لا راك حاطها سيريو كسرت الهضره سكت قاعك سيميو ماشي بابلو اسكوبار الراب تسيري هذا مال دخل خطك للدار من بعد دخل الميليو ما تفهم في الراب ما تفهم What the fuck was that man ملا موزيكا مان ملا تيتر مان ملا كلاش مان قال له احنا مناش بابلو اسكوبار هذا الراب تزيري فازكي وتحية للراب تزيري وتحية لاخوتنا تزيرية تحية اخويا اليوبي يوبي اللي سمعنا كلاش كيفكايا بالرسمي عندي قديه ما سمعتش كلاش كاسح كيفكايا صاحبي شابو برا نكملو بس في الراي ما تفهم في الفايد ما تفهم الكلام غير خراي ما تفهم شيء ما تفهم شيء بلادك شحال كاين مستيل ميزيكال ما فيك خسرة ايثيكال ما راكي في كاس قاموس كضيق عليها ما تحب الليريكال تاكلك وماشي كال ما تعرف لي كام دير لي كار نص الكبير عمره ما رفد كتاب نيفو كارثة عليها اليوم انا جيت نلعب لي كاس جاكي تشوف النيفو لا ما تلقى وين راك نشوف جزائري يهضر راب نحس في شيخ تاع عربيه يهضر مات نام لي مور العصر وات ذا فاك خليك نشوف جزائري يحكي على الراب نحس اللي فما شيخ مدرا شنو يحكي على درا شنو يعني كيف ما نقولوا احنا واحد تزيري مش الناس الكل لا فما اللي يفهموا خويا في الراب ويبعثوا لي في مساجات وشوفكم بيا على الاخر فما خويا قال لك هو يقصد في فئه معينه اللي كي يسمع راب عبارة ويبدأ يحكي في الراب ويحلل في الراب عبارة شيخ ما نعرفش يحكي في موضوع تافه ولا لا عارفش شنو املي مور العصر وات ذا فاك منوض باك ستار كلمتي هذيا صايك ميتين في الطابلو وبلادي راباش وضرك الكف 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 وما نبدلو لاباش قلبتوهولي وضرك لحقنا خلاص الهضلة فاز ما تقول لي انا فان وتنيكني بالبيراتاج ما تقوليش لا لا ما تقوليش اللي انا فان وتنيكني بالبيراتاج تعرفش معناها هذيا معناها اخويا ما تبداش تمسكي عليا فهمتني كيفاش يعني تبدا تتفرج وتقولي انا فان راني انا ني فان وتحطي ديزلايك عبارة كيكا بالضبط عرف شنو يقول له انا فان وجوني بيع على الاخر بعدك يعملوا بيراتاج وات ذا فاك ما العبيد ما العريبه ما العريب صحيح يوبي صحيح صح صاحبي هذه هي قدر نكلاشي سبع ملاير تاع البشريه ايا طلعوا شويه ونيك لي دار النيه يا ولدي قال له قال له قدر نكلاشي سبعة مليارات نتاع البشريه هو العالم فيه سبعة مليارات بي احنا نقولوا بين نقولوا 7 مليارات نقولوا يوبي باش تكلاشي 6 مليارات و999 مليون و999 الف فهمتني علاش خاطر ولد النوري لازمك ما تكلاشيش يعمل لك في رياكسيون اوكي وتكلاشيه هنا مال في راسك يوبي ضم جمهور تاع الاوجي وللباقي قلاويه ما بياش الباز انا نحب ندير حاجات شوكي كنت لاقا ونحب نشوف النيفو اللي مسطوكي بيبليك فقير اوكي ما لا فوكا فوكي طايح كونيسور تقول له عرف لي الفلو يبلوكي ما تجي لي الكونت تاعي ما تحط راسك في البلاع الهيب هوب يدخل من الراس هذو دخل لهم من القاع رفدت لكم السروال مع الجيران مقلع نسحق سكات على الطاي اليوم الخاوت بالله بديت الراب في طريق بقيت في طريق وفوق هذه المواقع ما درتش دراهم بالراب خايف يخطفني الاجل في الجزائر نعطيك لاس تيس ونعطيك الواقع لا حبيت يحبوك الناس ما توليش راجل ايا كذبني لا قدرت وغالبني بالحجه تبعوا المظاهر هذو الجمهور هكا داير جمهور منافق كي اللي تعطي فيه حجه راب نزاد في ماريكان وعاش في ماريكان ومات في الجزائر راب تزيد في الامريكان وعاش في الامريكان ومات في الجزائر ما فهمتيش هذايا سينو تحسوا يوبي يوبي ناقم برشا على الببليك نتاعو ما عرفش الببليك نتاعو ولا الببليك في الجزائر بصفه عامه ولا صارت له فازات هو انا نورمالمون قالوا لي الكلاشي اللي بيراتيو له الشين يوتيوب نتاعو القديمه وبدا في شين يوتيوب جديده ما فهمتش الفازه كيفاش نوروني خويا في الكومنتات علاش يوبي يوبي ناقم على الببليك نتاعو اوكي جبنا من الراب لقينا فيه لين يكون قوشة واللي يديروا شحور يظلوا عند الكزانات لقينا شوي في بليك حرش الباقي قاع فروشة خبي عبدو المال وشوية حيوانات عادناكو بيكم بيهم بيه يوبي
ارتيست قوم الزب يبيعوا ملكم بيه في هذا البارتي خاتم راب مقود دوشي كور فونتاستي كل واحد دو طاستو انا هذي باستي ضربوا الراب تسيري ومازال عليه تناوبوا خليناها بشانو يا احنا اللي كنا نقاوموا الراب تسيري راه للبيع وعندي وبي اللي تساوموا ملقري حبسنا وتبقى الهيبة يخافوا تجاوبوا ملقري حبسنا وتبقى الهيبة يحبوا يجاوبوا هذي عجبتني علق سينو شباب فسروا لي فازا كيفاش يوبي يوبي يكلاشي في الببليك يعني معناش ما فهمتش انا في بالي باش يكلاشي رابورات في بالي باش يكلاشي كذا طلع يكلاشي في ببليك معين ببليك خويا قاعد شفاهم علاش اما سينو شباب ركزولي في التكنيك متاع الموزيكا ركزولي في الانستري قاعد يرافي راهو من الاول التيتر 8 دقائق بنفس الانستري وقاعد يمشي يمشي ويزيد يبدل في الصوت متاعو ينقص في الصوت متاعو قاعد يعمل في كيف ما نقولوا احنا في تكنيك مزيانه 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 على الاخر برا نكملوا عندنا هضره نقولوها فيرست حبيت نشكر البيبليك اللي يفهم الكلام والتكنيك وكاع لي فيك ديف اللي كان هنا في الديكليك ليك هذا الشيء جمهور كبير فراسو اكليك يوبي حب صراب هذه الوقت باش تصوني اذا شفت روحك من البيبليك اللي هضرت عليه شرف لي دير لي ديزابوني راني راح ندير موسيقى هذو عوام وانا انطوني ما طحتلك صدام حسين وما طحتلك الكابوني هذه حقيقتك ذوك اخطوني يا كان اللي حبيت قلتلك فضو فلامينكو واحد ما قالك اسمع زبي وين كنت انت يا كي انا في اللي كيكيت اون ذا بيت تحيا جمهور اليوبي والباقي بسطر مخبيه توا فهمت خويا من الموت تيتر وفيه نكملوها باش نحكيو في الموضوع بالكدير وفيه خويا تيتر خويا فهمت علاش حاتب هي مانا في الفاذي الببليك اللي ما يفهمش في الراب في كذا في كذا حاشا الناس اللي بالرسمي ما تستهلش الحاجة ذي سينو شباب يوبي يوبي شي يقصد يقصد قللكم راني كنت يعني نعمل في راب برش عبادنا كان نشتف اذا كان انت حاس روحك من الببليك اللي قصدته في التيتر هذا يعمل لي ديزابوني خاطر ما عاش بشي كلاش انه نورمالمون هذا اخر كلاش عمله في حياته مش يولي هبط موسيقى عاديه شي يولي رابي راب عادي معناها كيف وكيف اللي يغني وراي ويغني وكذا وجاهم بيع على الاخر يعني الحاجه ذي اللي حاب يقصدها يوبي يوبي تينا شباب تحيه للناس اللي تفهم في الراب كيف ما قال هو تحيه للناس اللي بالرسمي وقفت مع الراب وقفة متاع رشيد كيف ما قال هو يعني قاعد نفسر في الكلام اللي قالوا هو وكاو جاوكم بيها على الاخر شباب ان شاء الله تكون عجبتكم الرياكسيون خويا الدنيا سخونة قسما بالله والله الدنيا سخونة كتشوف في العرق وانا نصور عندي توا برشا خاطر عاودته برشا مرات تيتر مش تيتر الفيديو عاودته برشا مرات وتوا كجي صحيح فهمتني مشي في الصحيح يعني بالرسمي شباب قاعد نتعب على الاخر ما تبخلش على ود نوري في لايك في سبسكرايب فك الجرس وبالرسمي راهو ليت اشتر تانا نحل لكم نهار لايف اشتر التيتروات ما يمشيوش المونيتيزاسيون يعني مانيش قاعد ناخذ في فلوس ناخذو في فلوس اما مش في برشا فلوس باش نحكي لكم قديم باش تضحكوا عليا يعني طارف فلوس يعني على اللي نعمل فيه جيست غرام شباب ما لا اكثر لا اقل نعمل فيه غرام يعني مانيش داخلها بفلوس ولا كذا قسما بالله غرام ونربح في برشا عباد ونحبكم برشا شباب وكي كومنتات اللي قاعدة توصل لي بالرسمي كومنتات مزيانة على الاخر نعرف شكون اللي باش يكمل التيتر للاخر وباش يسمع الكلمة ذي طنحكيوها ان شاء الله في لايف جاونا بيه على الاخر شباب ان شاء الله تكون عجبتكم الرياكسيون نتلاقاو في رياكسيون جديدة ما تدخلش على ود نوري في لايك في سبسكرايب وكل جرس كيف ما قلت لكم ونحبكم برشا وباي.